ثم يغلبون. الله، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الله. وتعرفوا سيدي ربي سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الانتصار العظيم قبل أن يكون الإسلام هو الفاعل الأعظم في الأحداث في التاريخ، لا إله إلا الله، تعرف سبق سيدنا ربي ولا ماذا يسبقها؟ قال جئنا بكم لفيفا، سيأتون من كل أرض إلى تلك الأرض، وقد سمعنا أن قوات تتحرك من هنا وهناك وتجمع الحشود وتأتي إلى تلك الأرض. إنها بشرى، بشرى ذكرها القرآن. ورأيتهم كيف يأتون من كل الدنيا في الوقت الذي يهاجر أولئك الذين ليسوا مقتنعين أبدا بأن أرضهم، الآن يجيشون أولئك المنخرطين في مسألة الاعتداء على المسلمين في تلك الأرض، فيأتي بهم الله، سنستدرج من حيث لا يعلمون، فيأتي بهم الله من كل فج عميق لكي يحق الله الحق بكلماته. فصدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. رسالة أخيرة، على قدر الألم الذي يعتصر قلوبنا لرؤية ما يفعل بإخواننا في غزة، بقدر يقيننا في النصر الآت، بقدر الإحساس بعجزنا نحن، فكيف تركب هذه المعادلة؟ الرسالة الأولى إلى أهلنا في غزة، رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الركن والمقام. الله. وليس معناه الرباط هو أنت، لا، الرباط هو غير أنك هناك، وجودك هناك فقط بهذه النية. الله 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 الله. ثانيا، نساؤكم، أبناؤكم، أطفالكم، شهداء نحتسبهم عند الله، وهذا بإذن الله تعالى ما تقدمونه نيابة عن الأمة، فلكم منا الدعاء. نستسمحكم، نستسمحكم، نستسمحكم. تقولون نسألكم الدعاء، نحن من يلتمس منكم الدعاء لنا، أنتم أقرب إلى الله، أنتم المرابطون، نحن في وضعية نتألم لآلامكم ولا نستطيع أن نقوم بأكثر مما ترون، فنحن المكبلون. هذه رسالة لأبنائنا في غزة، رسالتي إن شاء الله تبارك وتعالى لأبطال الساحات. بوركت أيمانكم، بوركت أيمانكم، وأتم الله عليكم نعمة الهداية، وجعلكم الله تعالى شامة في الأمة ترصع جبيننا، وجعلكم الله رفقاء نبيكم يوم القيامة. رسالتي إلى جامعة الدول العربية على مستوى العروبة، هل هكذا كان العربي يتعامل مع إخوانه؟ رسالتي إلى منظمة الاتحاد الإسلامي أو لكي تسمي وراح تسمي ما أعرفهاش، مسلمون، أليست تلك أرض المسلمين؟ أين واجب المسلمين نحو أخيه؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله. دعكم ممن يقول أن هؤلاء راهم الإخوان وكذا وكذا، إخوان مش مسلمين؟ إلا كانوا إخوان، هم على عمره سمعتهم قال لكم إحنا إخوان؟ ألا ترونهم يرفعون شعارات الإسلام؟ عمرو شتهم هما اعتدوا على شيء أرض عربية ولا إسلامية؟ ها؟ يك هما قال لكم إحنا بوصلتنا تجاه قدسنا فقط وعدونا واحد، لماذا تتهمونهم؟ ولماذا يتنشرون؟ وكثير من المثقفين يقولون هؤلاء أصحاب إيران وكذا، من قال لكم هذا؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا الظلم؟
أما ما أقوله للغرب الذي وقف كوحدة واحدة وهو حر في ذلك، فأقول لا، نحن بإذن الله كمسلمين لا نظلم أحدا ولا نعتدي على أحدا تعبدا.